ما أصعب البقاء في القمة؟ قالها ديفيد بويس، عبارة رددها لمقربيه وهو يستلم تركة مثقلة بالألقاب من السير أليكس فيرغسون الذي ترك مانشستر يونايتد العام الماضي بعد نيله لقب الدوري الإنجليزي وألقاب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها الآن، لأن ساعة الرحيل قد حانت لمويس الذي أقيل من النادي، وإن لم يقل لاستقال، لأن مانشستر يونايتد لم يعد يحتمل السقطات المتتالية وما عاد قادرا على الوقوف في وجه أندية مغمورة في البريمير ليج. 27 عاما من النجاح والعطاء لفيرغسون رفقة النادي الأحمر جعلت منه مرادفا لألوانه وأحلامه، فقد أضحى مصطلحاً إنجليزياً جديداً معناه الأسطورة. فشل مويس في موسم توقع كثيرون ألا يقوى على ملء الفراغ في ناد تعود فقط على حصد الألقاب محلياً وقارياً، لكن الأشهر العجاف التي عاشها كمدرب لناديه بعدما كان مساعداً لفيرغسون لم تعد تروي عطش الأنصار للتتويجات. حامل المشعل الآن ولأربع مباريات متبقية هو المخضرم رايان جيكس الذي عمر لسنوات طوال رفقة فيرغسون في بيت يعرفه جيدا ويعرف بعض اللاعبين منذ طفولتهم إلى غاية اليوم. حل مؤقت قد يمنح بعض الوقت للمسؤولين في أعرق أندية إنجلترا للبحث عن مدرب عجوز. لا نتحدث هنا عن الأعمار بل عن التاريخ الحافل بالإنجازات، ولويس فان غال قد يكون الرصاصة الأخيرة في نعش أحزان يونايتد ليعود النادي إلى هوايته المفضلة صيد الألقاب مع سبق الإصرار والترصد.